هلا بالعد التنازلي ايام قليله وساعات بيفصلونا عن الانتقال لمدينه ازمير التركيه تنشوف لبنان عم بيستهل بمشاركاته ببطوله العالم لكره السله للمره الثالثه على التوالي بعد انديانابوليس 2002 واليابان 2006. اليابان لبنان كان عم يلعب بمدينه سايتاما اليابانيه مطرح ما حقق انتصارين بتاريخه بس ما مكنوا من العبور للدور الثاني. لبنان وقتها بال 2006 تغلب على فرنسا وعلى فنزويلا. هلا المجموعه اللبنانيه متوازنه من حيث ما بيقدر لبنان يفكر انه يجرب يروح للدور الثاني اذا تخطى كندا مباراته الاولى افتتاحا وبعدين نيوزيلندا. عم نحكي عن كندا ونيوزيلندا لان المجموعه فيها بطله العالم اسبانيا حين تلعب وفيها ليتوانيا كمان فيها فرنسا. صار نحكي احنا عن كندا ونيوزيلندا كون كندا لبنان سبق وغلبها من يومين بدوره افس التركيه ونيوزيلندا كون المدرب اللبناني الامريكي لمنتخب لبنان الامريكي تاب بولدوين هو بيعرف كثير منيح المنتخب النيوزيلندي وقدر يوصله للمرتبه الرابعه ببطوله العالم 2002. يعني شوف نحن كيف عم نجرب نتامل نفوز على فريق اكيد بعد عنده ناس من 2002 مثل ما احنا عندنا بال 2002. انا بتذكر كثير منيح مشاركه لبنان بهالبطوله بتذكر كيف كانت بطاقه العبور اول مره من شنغهاي 2001. بعد عنا لاعبين موجودين من هذيك التشكيله بيناتهم روني فهد والكابتن فهد الخطيب هن موجودين من شنغهاي 2001 من هذيك المجموعه والفريق الطعم بعناصر كثيره. الهدف هو الدور الثاني في حال ما قدرنا قطعنا المهم انه نفوت بمعنويات منيحه ونجرب نعمل شيء لانه العين الاساسيه على بطوله امم اسيا 26 السنه الجايه بلبنان 2011 والمؤهله بس للبطل للفائز الاول لنهائيات مسابقة الباسكتبول بدورة لندن الأولمبية 2012.